الميديا عندنا ما كانتش ما نصفتش حرب اكتوبر. يعني حرب اكتوبر او حتى حرب الاستنزاف، بالتحديد حرب الاستنزاف، كان فيها بطولات اكثر من رائعه، بطولات كتيره قوي قوي قوي. يعني في فتره حرب الاستنزاف كل العمليات كانت بطولات بلا استثناء، يعني ما كانش مثلا اشتباك مع العدو، لا على طول كنا عمليه بندمر فيها العدو، بنستنزفه فعلا. يعني البطولات الكتيره ديت ما اخدتهاش الافلام بطريقه جاده شويه، يعني ما عملتش غير افلام قليله عنها قوي. يعني انا فاكر مثلا حرب العالميه الثانيه عمليه بتبقى قد كده بيعملوا لها فيلم جامد قوي قوي، زي فيلم مثلا اطول يوم في التاريخ، عمليه الانزال في نورماندي، كل حاجه بيكبروها جامد قوي قوي قوي. احنا عندنا للاسف ما تعملش غير افلام قليله جدا، وكلها يمكن فيلم الرصاصه لا تزال في جيبي، فيلم جميل قوي قوي، انما بيمثل حرب، ما بيمثلش عمليه بطوليه من اللي اتعمل كتير قوي منها، مش هقول مئات، يمكن الاف العمليات. الفيلم الوحيد اللي ركز على حاجه عمليه اللي هو فيلم الطريق الى ايلات. افلام كلها كانت حاجات ما هياش اللي بقيمه اللي حصل، سواء في حرب الاستنزاف او حرب اكتوبر. فيلم بيمثل عمليه اغراق ايلات اسمه يوم الكرامه، فيلم جميل الى حد ما، بس وجهة نظري عليه ألا وهي عملية إغراق إيلات كان في قبلها عملية اشتبكة لانشات التروبيد مع السفينة إيلات، وإيلات ضربت لانشات التروبيد دول غرقتهم، كان ثلاث لانشات، فجابوا قعدوا العمليه بتاعت اللي خسرنا فيها الثلاث لانشات قعدت حوالي تلت ساعه، والعمليه اللي كسبنا فيها المكسب الكبير ان احنا غرقنا ايلات شخصيا كانت في خمس دقائق. طب انا يعني اكبر في الجزء السيء واصغر في الجزء الجيد، دي كانت يعني سقطه في الفيلم. عملوا عملية الحفار بطريقة مش شيك خالص، ما كانش حلو أبدا. يعني بدل ما يبينوا بطولة الضفادع البشرية اللي عملوا هذا العمل الجميل جدا، اتعملت في حلقة واحدة، بينما حلقات كتير كلها كلام ومناقشات وشام متفقات وحاجات كده. طب ما تركز على العملية الأساسية زي ما ركزوا في فيلم الطريق الى ليلات على العمليه الاساسيه. اكيد كان فيها شويه حوارات وجايبين واحده وحاجات كده في الفيلم، لكن يعني كان حاجات تكميليه، انما العمليه الاساسيه اللي اتعملت المين بتاعت الفيلم. فاحنا يعني زعلان خساره الحرب الجميله قوي قوي ديت اللي اتعمل فيها بطولات جامده قوي، يعني فيها ابطال فوق العادة، ما تعملهمش اللي كنت بتمنى ان يتعمل افلام كتيرة على بطولات حقيقية وليس حرب عامة كده، يعني ناس بيضربوا في بعض وكده يعني.